الاء عبد الله ولا الاء العبد الله؟ هلا عبد الله، بتدخل تيك توك بعالم التيك توك يعني؟ ايه يلا. لا لا ما ادري ليش. ما ادري يصير خير. لا لا وايد حلو التيك توك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم طلال سام. أنا آسف الأسبوع اللي طاف ما نزلت فيديو، سويت فيديو عن الغزو ولكن حسيت ما أعطيت الفيديو حقه، الموضوع وايد مهم موضوع الغزو، فحسيت أن نخليها مرة جاية إن شاء الله. وهم المفروض الأسبوع اللي طاف أصور فيديو عن التيك توك، برنامج تيك توك واللي هو فيديو اليوم. راح أتكلم عن البرنامج وفكرة البرنامج، وراح أسوي ردة فعل وتقييم حق بعض فيديوهات البرنامج. أنا طلبت من الناس بتويتر إنهم يدزوا لي فيديوهات من تيك توك وأنا أقيم أشوف إذا هما سيئين أم زينين على حسب رأيي متواضع. فالفيديو راح يكون ما له هدف يعني، بس ضحك، وانا قاعد احاول اخلي محتوى قناتي ان اسبوع يكون فيديو ضحك واسبوع يكون فيديو جد او رعب، يعني انه يكون فيديو ما يضحك. كل شيء راح تشوفونه غير ان شاء الله بعد شهر او شهرين، لان انا لما اروح امريكا راح اسوي ست حق التصوير، بما اني انا قاعد اخذ موضوع اليوتيوب بجديه اكثر الحين. لكن انا الحين بالكويت، ف انا بيتي ما في غرفه انام فيها عشان يصير عندي غرفه اصور فيها. المهم، طبعا اللي ما يدري، بايت دانس هي الشركه اللي اتوقع ماسكه تيك توك، برنامج تيك توك، شرت برنامج ميوزيكلي اللي هو كان نفس نظام تيك توك قبل لا تيك توك يصير تيك توك. واو. المهم ميوزيكلي نفس النظام، ناس يسوون ليبسينك حق فيديوهات اغاني ويحركون شفايفهم على اغنيه، نفس الفكره. شركه تيك توك اللي هي بايت دانس شرت ميوزيكلي وحقوق الفكريه للبرنامج ب 1 بليون يعني مليار دولار، وبس صار اسمه تيك توك. وصراحه لما صار اسمه تيك توك حسيت بنجاح البرنامج اكثر، يعني انا كنت اعرف ميوزيكلي بس ما كنت احس انه ناجح ومكسر الدنيا، بس تيك توك الحين صدق مكتسح العالم كله. لكن اغلب الناس او وايد من الناس ماخذين البرنامج بطريقه يعني يستهزئون فيه، يعني ما يعتبرونه ممتع ولا يعتبرونه برنامج مضحك، يعتبرونه برنامج سيء. وطبعا بهالفيديو راح تشوفون لقاء مع واحدة مشهورة من التيك توك من البحرين اسمها آلاء عبد الله، راح تشوفون اللقاء ان شاء الله بعد شوي. انا عن نفسي احس برنامج تيك توك وايد يونس، لكن نفس الوقت في وايد اشكال غريبة. لكن يذكرني فيني اول ما انا طلعت ب 2013 فيديو وناسة وناسة، كنت اسوي فيديوهات الكيك، كان ما حد متقبل برنامج الكيك، بس بعدين مع الوقت الناس شوي بدأت تتحب. احس تيك توك قاعد يمر بنفس المرحلة، الناس مو بالع البرنامج، وايد اشكال غريبة قاعد تطلع من البرنامج، لكن نفس الوقت احس في ناس بدوا يتقبلونه. اول شيء راح اسوي، لان احنا اتوقع اغلبنا عارفين عن البرنامج وما اتوقع حد يدخل هالفيديو اذا ما كان عارف عن البرنامج، اول شيء راح اسوي راح ادخل دايركت تويتر واشوف الناس ايش دازي لي فيديوهات. خلينا نشوف الفيديو الاول. طبعا اذا في اغنيه عليها حقوق نشر ما راح احطها. احس ان احلام نومه العصر، لكن مو بذاك السوء، يعني حسيت ان الله وناسه وقعده حلوه. لكن هل الفيديو حلو؟ لا. شوف الفيديو اللي بعده. We can go fast and slow, we can go with the flow. Why don't we get on the floor? You won't regret it, regret it. We can dance on that lawn, oh babe, if that's what you want. I'm okay. النكتة اللي يعني المفروض توصل من الفيديو حلوة، لكن طريقة التمثيل مو حلوة. Thumbs up بس عشان المحاولة يعني. ما ادري صراحة، thumbs down. هذا شايفه حلو. هذا حلو، هذا thumbs up thumbs up، هذا شايفه من قبل. اليوم جاكم فيديو جديد اوريكم كيف تنظفون هذا الحوض كامل بس باستخدام بيبسي. شوف كيف؟ وين مسكن؟ دقيقة بس ما في جماعة. تمثيل هذا ولا صدق؟ ما ادري احط ثمز اب ولا مسكين انصفق. المهم نطوف، هذا ما اعتبره فيديو من تيك توك. هذا
ليش ما كملوا الفيديو؟ ليش قطع؟ اللي بعده يا حلو. انت ايه؟ انت ممكن سؤال جواب؟ ممكن اعرف امك عسل حتى جابت هيك قمر؟ وانت افترضين هسه ممكن تعطيني رقمك؟ بشرط. وهو تابعيني يلا. بسم الله الرحمن. الحين قلت تتنمر عليه، سوري، بس شعره ثمز اب عشان حباير اللي على اليسار. هذا العبط اللي انا احبه، فثمز اب حق احس اسم عبد الله لايق عليه. عبد الله كيف يعني بسمي عبد الله؟ المهم احس ما ادري انتم عاجبكم ردة الفعل مالي. المهم انا الحين بسوي، الحين انا بجرب اسوي فيديوهات تيك توك. طبعا في فيديو اوريدي سويته على اغنيتي دوت اجين، اللي ما سمعها يروح يسمعها. هذا هو، شوفوا. Steadily bum hill out of my stereo, steadily bum here, up to hell. Steadily bum hill out of my stereo, steadily bum here, up to hell. Steadily bum hill out of my stereo, steadily bum here, up to hell. Steadily bum hill out of my stereo, steadily bum here, up to hell. I want you to be. واضح اني ما اعرف اسوي ولا شيء بالبرنامج، بس كان تليفوني. ندخل البرنامج تيك توك. خلنا نحاول نسوي ما حدش سمعني. ليش رايكم؟ ما حدش سمعني. نطرة. ما حدش سمعني ليه؟ ما حدش سمعني ليه؟ جماعة شوفوا اللقاء اللي سويته من خلال برنامج سكايب، يعني راح يكون لقاء أونلاين مع إحدى مشاهير التيك توك آلاء عبد الله من البحرين. يا جماعة معاي آلاء عبد الله، إحدى مشاهير التيك توك العرب. أنا طبعًا ما أعرف إلا هي يعني من التيك توك صراحة. شلونك آلاء؟ تمام الحمد لله، شلونك؟ أنا بخير الحمد لله تمام. طبعًا أسئلتي راح تكون بسيطة، بس أنا يعني فيني فضول على برنامج تيك توك. تعرف أنه هو كان اسمه ميوزيكلي وصار تيك توك، هل أنت كنتي نزلين فيديوهات من لما كان اسمه ميوزيكلي ولا لما صار تيك توك؟ إيه صار لي سنة بالتيك توك. ميوزيكلي أنا بديت فيه، وبديت فيه ترى بداية ما كنت يعني ما كنت فاهمة شنو يعني ميوزيكلي. أنا أرد البيت حاطة مكياج، عجبني مكياجي، أتصور، أنزل الفيديو وأطلع. هاي اللي كنت أسوي. ما كنت فاهمة شنو ميوزيكلي. ففجأة دقيقة بس أكتب أختي دقيقة سيورة. اي نعم، كنت ما فاهمة شنو يعني ميوزيكلي. كنت أصور، عجبني مكياجي، أنزل فيديو وأطلع. فجأة صار عندي متابعين وايد، ما ادري شلون. فبس والله كذي كانت بدايتي بالتيك توك. وبعدين عاد بديتي تسوين فيديوهات اللي هم مالت الاغاني اللي الفيديوهات التيك توك عاده يسوونها، اي تحديات وهالسوالف، انتهب معاهم. انزين، هل كان صعب تحصلين متابعين ولا حسيت انه سهل بتيك توك ان الواحد يحصل متابعين؟ او مثل ما قلت لك، انا كنت انزل واطلع وفجاه صار عندي متابعين. وهل كان في رفض من احدى الاقارب على الشهرة؟ لان انا كولد انا في اهل يرفضون شهرتي. تعرف موضوع ان الناس، في وايد ناس ضد الشهرة. فهل حسيت انه كان صعب ولا الكل داعمك؟ اكيد في ناس رافضة، اكيد من الاهل. الحمد لله امي وابوي رافضين، بس كان اخوي رافض. بس مع الوقت بدأوا يتقبلون أهل أبوي، أهل أبوي. يعني في ناس كذي في البداية، بس عقب يوم شافوا الحمد لله من نجاح لنجاح رضوا. إنزين، هل تحسين الناس، الجمهور بشكل عام، خلتش من الأهل أو الأقارب، تحسينهم متقبلين فكرة التيك توك ولا
يستهينون ولا يعني يستهزئون بالهذا؟ شوف طبيعي 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 اي شخص، انت اكيد عندك فكره سيئه عن التيك توك لانك انت ما تستخدم البرنامج. التيك توك ترى في اشياء وايد مفيده، انت بس تشوفون الاشياء اللي تصير غلط. ترى حتى الانستغرام اشياء غلط تصير، حتى باليوتيوب وكل برنامج كذي. التيك توك يعني تعرف في ناس تعلمك طبخ، بنات يعلمون مكياج، في حتى يعلمونك لغه الانجليزيه، في اشياء وايد بالتيك توك. بس الناس تحب تنشر الشيء اللي يثير الجدل، يعني كل واحد شنو يحب يروح يتابعه، مو بس تمالح ونسمع تفكير الناس مخبينه غلط. لا بالعكس، انا ما عندي فكره سيئه، ادري ان كل برنامج فيه فئات، يعني في فئه ممكن تكون سيئة بنظر الناس، بعدين أنا أحس ما في إنسان سيء، يمكن بالنسبة لي سيء بس بالنسبة حق نفسه هو يعني عادي، خاصة يعني يدققون خاصة بالأعمار. في شخص مشهور أنا ما أدري شنو اسمه بتيك توك، ما أدري شنو اسمه بس كبير بالعمر، ماسكينها عليه على أساس إنه هو كبير بالعمر وإنه يسوي تيك توك. بعد قلبي سبعان، الله يطول بعمره، أبو سبعان إنسان حبوب وينن، عسل والله عسل. اي فالناس ما له دخل. زين هذا السؤال، هذا اي مشهور مو بس بتيك توك دائما توصل الاتهامات انه هو منشهر على الفاضي او غير مو موهوب. هل تحسين التيك توك موهوبين؟ يعني هل اي احد يقدر يسوي فيديو تيك توك ولا لازم يكون بروفيشنال؟ لان انا صراحه حاولت اسوي فيديو، يعني هذا ما قلت حق احد، حاولت اسوي فيديو وكان وايد صعب. فهل تحسين اي احد يقدر يسوي ولا يبي له واحد شاطر؟ شوف طبيعي كل واحد عنده موهبة، كل من ما في أحد ما عنده موهبة، كلنا عندنا موهبات، بس لازم تكون واثق من نفسك وتطلع الموهبة. فعادي كل من يقدر يسوي، ما في شيء مستحيل، وكل من يقدر. أما ناحية قصدك الترانزيشنال هالأشياء، مع الوقت تقدر تسويها، حاليا نحن يعني نادر قام يسوونها وسهلة. وإن شاء الله طلال راح يدخل تيك توك إن شاء الله. كلكم يلا كلكم بالكومنت قولوا لا طلال يدخل تيك توك وأنا راح أعلمه خلاص. أصلاً بهالفيديو أنا راح أجرب قدام الكاميرا أسوي 3-4 فيديوهات تيك توك، حبيت تجربة بس عشان نعطي فرصة للبرنامج، لأن أحس يعني الناس عطوا فرصة حق كذا برنامج، التيك توك مو راضين يعطونا فرصة، مطولين شوي بالموضوع. وسؤال أخير، هل أنت توجهك بالمستقبل راح يكون فقط في التيك توك ولا عندك خطط أخرى؟ أنا أدري إن أنت تسوين فيديوهات اليوتيوب ويعني مهتمة بكذا برنامج، لكن أحس أكثر تفاعل من بعد، يعني أكثر تفاعل عندك بتيك توك، فهل بس راح تستمرين بالتيك توك ولا راح تكملين بأماكن ثانية وفي خطط وأشياء ثانية؟ شوف بدايتي بالتيك توك، فشي طبيعي ما راح أترك هالبرنامج، أكيد أحبه أنا، وأكيد الشخص لازم يطمح حق شيء أكثر وأكثر وأكثر. وأكيد قاعد الحين أشتغل على اليوتيوب والحمد لله، جرب راح ندخل 200,000 متابع، صيب قناتي تحت على قناتي إنزين. وإن شاء الله راح ندخل، وقاعد أهتم في برامج أخرى، عندك اللاين لايف حاليا أعتبر من كبار المذيعين باللاين لايف، وقاعد أشتغل. بس عموما شكرا آلاء، واللي يبي يشوف قناة آلاء يشوفها بالدسكريبشن بوكس تحت، وراح تلقون بهالرابط حساباتك صح موجودة بقناتك تيك توك وإنستغرام. وبس شكرا، عندك أي كلمة أخيرة؟ لا والله بس بقول لك يا طلال استمر، وصوتك ما شاء الله عليك وايد حلو، وهم الفيديوهاتك اللي بتسويها وايد حلوة، وبالتوفيق وإن شاء الله توصل حق اللي أنت تتمناه وطموحك إن شاء الله. أجمعين شكرا، مع السلامة. المهم يا جماعة، أنا ما أدري بعد المونتاج والأديتنج شلون الفيديو راح يكون، هل راح يكون حلو ولا لا، بس تشري لازم أنا أنزل هالأسبوع. إذا عجبكم الفيديو لايك، وأبيكم تكتبون بالكومنتات والتعليقات رأيكم عن برنامج تيك توك، هل تحسون برنامج يونس ولا برنامج تافه وتتمنون أنه ينتهي؟ وترى أنا عادي عندي أسوي جزء ثاني، يعني أكمل تدزولي فيديوهات من تيك توك وأنا أسوي ردة فعل إذا عجبكم. وعلى فكرة أنا مو ضد فيديوهات ردة فعل، بس إنه ما يكون محتواي كامل ردة فعل عشان لا تاكلوني وتقولوا لي أنت مسوي فيديو عن اللي يسوون خلاص عاد. وبس اشتركوا بالقناة وإن شاء الله كل أسبوع فيديو، أتمنى الفيديو يطلع حلو لأن أدري من زمان مو منزل فيديو باليوتيوب، وشكرا.